ناس قالوا انفلونسر وبلوجر وكذا، شو عم تعمل بمهرجان؟ هلا I'm here as a content creator وصناع المحتوى المفروض يكون لهم مجال اكبر بمهرجانات مثل هيك، لانه مثل ما بتعرف نحن عالم كتير بتتعب على صناعه محتوى، بنعرف كتير اشياء من فيديوز للتصوير للاعداد للاديتنج لكل هالاشياء. ما بيعرفوا هاي القصه، فهمتي؟ هي كتير قصص وتفاصيل، وان شاء الله السنه الجايه بشوف كتير من اصدقائي وزملائي الكونتنت كريترز هون ومكانكم موجود. I love everyone.